دايما بنتغنى بنجومنا المحترفين، يعني دلوقتي محمد صلاح بالنسبة لنا هو أيقونة، وعدد كبير جدا من نجومنا المحترفين في الخارج بالنسبة لنا بنتكلم عليهم بكل فخر وإعزاز واعتزاز. يعني أيضا في التحكيم الحقيقة أعتقد، مش أعتقد، أجزم بأنه محدش تقريبا، محدش خالص، مش تقريبا برضه عشان يبقى كلامي محدد، وصل للي وصل له ضيفنا النهاردة، لانه حكم في بطوله اوروبا وحكم نهائي افريقيا وحكم في كاس العالم اكثر من مره وحكم في بطوله اسيا، حكم كمحترف في اليابان وتولى رئاسه لجنه التحكيم في الامارات، وعدد كبير جدا جدا من المباريات الهامه والحساسه في دوريات مختلفه في العالم اجمع، وبقى حديث العالم، حديث الصباح والمساء في كثير من المحافل الدوليه. يعني بعد الاعتزال تبوأ مناصب عديده ونجح في كلها او في معظمها يعني الحقيقه، واستمرت مسيرته من نجاح سواء في مهامه كرئيس للجنة الحكام أو كمحلل في عدد كبير جدا من القنوات. اتشرفت كتير أن أنا يعني نتزامل في كثير من القنوات، وحتى وأنا في اتحاد الكورة أيضا كان رئيسا للجنة الحكام، وكان ماشي زي الفل وبدأ يطلع أجيال جديدة، ثم جه عرض الإمارات وكان عرض لا يمكن رفضه فتوكل على الله، ثم عاد من جديد وتولى رئاسة اللجنة أكثر من مرة. الآن هو محلل في الأحداث الكروية الكبرى، أخرها كان كأس العالم لكرة القدم. منورنا ومشرفنا نموذجنا المشرف كابتن جمال غندور حكمنا الدولي السابق. مساء الفل يا كابتن جمال. وحشنا يا كابتن. منورنا. تحياتي ليك وتحياتي لكل المشاهدين. و انت، انا عمال استرجع الحاجات الجميله اللي حضرتك ذكرتها، وبسترجع كمان يعني البدايه والامور البسيطه السهله اللي ما فيهاش تعقيدات، ودايما العمل الجد دايما بيبقى بسيط ودايما نعم. بيبقى سهل ودايما بدون تعقيدات ودايما بدون فلسفه، يعني نعم. المساله مش صعبه، مش كيمياء، مش صعبه، لا لا خالص. مبدا واحد تمشي عليه في حياتك، انا بتكلم على نعم. التحكيم، انه يعني وده اللي انا بعلمه للحكام، اللي تشوفه احسبه، كلمة بسيطة قوي على فكرة. نعم. اللي تشوفه احسبه. تشوفه احسبه. وبعدين شخصية الحكم مهم جدا 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 يا كابتن، ان احنا نهتم بهذا العنصر، لان هذا العنصر هو اللي يعني القوانين حفظها سهل على فكرة، فهمها سهل جدا. انما اللي بيطبقها هي السمات اللي موجودة عندك في شخصيتك. نعم. لو السمات اللي موجودة عندك في شخصيتك واهمها نعم انك انت تبقى قادر على التعامل في مواجهة الضغوط، ودي على فكرة محاضرة لوحدها، مواجهة الضغوط دي حاجة مهمة جدا، لان انا بعتبر انه انا طبعا دايما احنا لما بنيجي نتكلم نقول اصل ده الحكم عايز يخسر فرقة، عايز ما يحسبش ضربة جزاء، لا هي مش كده، هي الفكرة انه هو قدرته على مقاومة الضغوط بتختلف من واحد للتاني. فضغوط دي مثلا ممكن تكون ضغوط جمهور، ممكن تكون ضغوط جهاز فني، ممكن تكون جهود او ضغوط احداث، احداث في الملعب، احداث في الملعب. انا بتكلم على الضغوط اللي المباشره اللي هي بتواجه الحكم جوه ال 90 دقيقه المباشر، ممكن احداث في الملعب. نعم. يعني مثلا احداث زي ايه؟ زي مثلا فريق اتحاسب عليه ركله جزاء، نعم، وحصل احتجاجات كتير جدا عليك ومش عارف ايه، وبعدين ركله الجزاء اتسجلت، وبعدين الفريق ده راح الناحيه الثانيه فبقى في واحده شبهها. نعم. بس مش ركله جزاء. فانت في واحد قادر على انه يعرف يميز نعم انه ليهم ولا ملوش، في واحد تاني يتاثر بانه حسب ركله جزاء يوم حسب او تيجي ركله جزاء تانية لنفس الفريق اللي اتحسب ركله جزاء وما رضاش يحسبها. برافو عليك. نعم. فالفكره فكره الضغوط دي ايه؟ طب ما في النهايه بتغير النتيجه. نعم. طب ما في النهايه هو اتاثر بيها، هو مش متعمد، لكن لما يتاثر بيها معناها كابتن شوبير ان هو حسب تحت ضغط، يعني حسب هو مش مقتنع، حسب وهو مش راضي. نعم. طالما انا حسبت حاجه وانا مش راضي يبقى حسبت حاجه غلط. حصلت معاك؟ خلينا امنا يعني. الحمد لله. الحمد خالص. لله عمرها ما حصل. انا غلطت كتير. غلطت كتير. اكبر غلط كان لجمال غندور. كتير. اكبر غلط. لا غلطت كتير. لا اكبر غلط دي بص هقولها لك، وانا قلتها لك قبل كده 100 مره. قولها لي تاني فكرني. انا كنت كان مباراه الاهلي مع الاسماعيلي في استاد القاهره. نعم. في الدوري. ايوه. وكان حسام حسن لسه في النادي الاهلي. نعم. وكان حسام دايما يعني اي احتكاك يقع، اي احتكاك يتكلم، اي احتكاك فاول حوالي ربع ساعه ثلاث اربع مرات يقع، كابتن بنالتي، كابتن حرام عليك، كابتن مش عارف ايه، كابتن فايه حصل نوع من انواع الايه الشك عندك في جديه الوقعه، في جديه الوقعه. في واحده منهم بعد نص ساعه كده دخل في وسط اتنين وقع العب. ايوه.
وانتهت المباراه. لما رحت البيت واتفرجت على اللعبه لقيت انه كان ليه ركله جزاء. بس وانا بحسب وانا نعم. انا مش بعاند معاه بس انا ايه انا وقت ما شفت اللعبه مش مقتنع كده مش مقتنع بيها لكن اخطات اخطات واعترفت بده قلت لا لما شفت اللعبه دي ركله جزاء ده بيحصل. هل ده يقول بس انا اسف طبعا بس طبعاً. الفكره في ايه؟ الفكره اللي انا بس عايز اوصلها للناس ايه هي؟ انه الحكم ببساطه شديده اللي يشوفه يحسبه. طب ما انا في حاجات مش هشوفها نعم ومش هحسبها وهتكون موجوده. ده كان سؤالي. كنت هقول لك هل ده يؤكد اهميه الفار وانه الفار جاء لمساعده الحكم اللي انت ما تشوفوش بقى عندك عينين تانيين بره بتقدر تشوف وتساعد؟ وهل بالفعل احنا استفدنا من الفار ولا الاحتجاجات اللي زي ده كمان للاسف مع وجود الفار يا كابتن؟ ما هي المشكله بقى كابتن شوبير الفار لما جه فالناس عشان ما تقتلش اللعبه قالوا ايه؟ احنا مش هنستخدمه بس الا في اضيق الحدود. ماشي قالوا كده هنستخدمه في الاربع حاجات اللي احنا عارفينهم ركله الجزاء الهدف الطرد اللاعب اللي اخذ ايه نعم. هويه اللاعب. فكويس النهارده بقى ابتدت الامور او الطلبات تزيد ابتدت الناس تفكر طب ازاي يعني انا واحد عنده انذار ويستحق انذار تاني والفار ما يتدخلش ليه؟ طب ما هو ده هيستوجب طرد وبقت مهم. وخلت الناس بقى وللاسف الشديد هو ده اللي حصل فيه تدخل في عمل بروتوكول الفار خلت الناس تفتكس بعض الناس يقولوا ايه بص يا حكم الفار انت ايه في انذار واضح جدا بالنسبه لك واللاعب ده هينطرد فانت مش هتقدر تقول للحكم تعالى عشان في انذار تاني فبص والله دي تعليمات ناس قالتها نعم فبص قول له دي حاله دي تستاهل طرد الفار يقول له فهو يروح وخلاص يستاهل طرد فهو يروح يبص يلاقيها تستاهل انذار فيدي انذار التاني ويطرد يبقى انت كده وصلت للعداله بس عن طريق شبرا او اذا في حاجه وهو الحكم ما شافهاش وحاجه مهمه بس هي مش في الاربعه قول له ايه كنترول ايه الكلام ده ده غلط كله يا كابتن جمال طبعا مش صح نعم مش صح حتى ولو بغرض تحقيق العداله ما هو ده هيوصلك لايه يا كابتن شوبير بعد كده هيوصلك بعد كده انك انت تطمع في اكتر من الاربع حاجات دول نعم تطمع في انك تطبق الحاجتين الحالتين اللي احنا اتكلمنا فيهم دول مثلا فتبتدي هنا ايقافات تزيد اكتر تبتدي هنا مباريات تتوقف اكتر تبتدي هنا الاعتماد على الفار يكون اكتر واعتقد ان ده مش من مصلحه كره القدم الاعتماد على الفار لما يزيد مش من مصلحه كره القدم لكن هو من مصلحه العداله نعم ليه ومن مصلحه الحكام على فكره نعم اتمنى ان الحكم اي حاجه الفار يتدخل فيها انا يعني بالنسبه لي انا كمسؤول تحكيمي او كحكم احط نفسي مكان الحكم طب ما كويس ما اللي انا ما اشوفوش زميلي يشوف بس كده برضو ما انا بقى هجيبك في الفاول وهجيبك في الكورنر وهجيبك في الاوت وهجيبك في بشكل عام بقى في الكره مش هيبقى كويس كل حاجه مش هيبقى كويس في الكوره طيب هتكلم بقى معاك في نقطه ثانيه طب الفار اتعمل للاربع حاجات دول طب احنا ما زلنا لغايه النهارده بتحصل حاجات والفار موجود وبتبقى مصيبه وبتبقى كارثه انها ما بتتحسبش وفي وجود الفار ايوه مش بتكلم طبعا عندنا وبره بصفه عامه بصفه عامه بتحصل بتبقى ركله الجزاء واضحه تماما وبعدين حكم الفار الحكم ما يحسبش وفي ضغوط حكم الفار كمان يتاثر بالضغوط فكمان حكم الفار كمان طب ده قاعد في اوضه مكيفه ما هو انت بتعيش المباراه يعني. انت بتعيش المباراه احنا واحنا بنتفرج في البيت يا كابتن شوبير انت وانت بتبقى قاعد بتتفرج هنا والمباراه بتبقى مثلا لمنتخب مصر مثلا او لفريقك او فانت بتلاقي نفسك وانت قاعد حتى مشدود طبعا وتلاقي مثلا ايه اللعبه ما فيهاش اي مشكله خالص تلاقي انت الحكم يا عم انت احسب يا عم حرام عليك يا عم واخد بالك فحتى حكم الفار بقى في تحت ضغوط دلوقتي هو قاعد بعيد عن الملعب بس هو كمان متاثر بالضغوط اللي بتحصل على الحكم مين اكتر حكم في مصر ما بتهموش الضغوط الحقيقه هو في اتنين قول محمود البنا واحمد الغندور ومحمد عادل يجي معاهم ومحمد عادل يجي معاهم عشان كده مشاكلهم كتير مشاكلهم كتير مشاكلهم عشان... مع لان ده اسلوبهم مفيش عايز اقولها لك ازاي مفيش حسابات خالص ما عندهمش حسابات اللي تشوفه حسابه دول بيطبقوا فكره انا قابلني مشاكل كتير جدا يا كابتن شوبير في بدايتي في حكايه اللي شوفوا حسابه دي وانت بتحكم وانا حاكم اللي شوفوا حسابه دي قابلتني مشاكل كتير جدا وناس وحتى من المسؤولين حتى المسؤولين ما كانوش راضيين مش راضيين انا بكلمك بقى بصراحه يقول لي يعني يا اخي كنت توقف اللعب ودي انذار طب يا كابتن هو في فاول لا هو ما فيش فاول بس انت لو وقفت اللعب هتريح الدنيا كلها كده الحاجات دي انا ما اعرفهاش وانا بحب بس الحكم بس انت في الاخر بقيت جمال الغندور ما هو ليه؟ عشان تمسكت بده تمام طب ليه الحكام ما بيتمسكوش بده؟ ما هي بقى دي يا كابتن ايه انت عارف ربنا سبحانه وتعالى لما بيوهب حد حاجه
في حاجات بتيجي بالفطرة. أي. وانت بتتمسك بيها. نعم. وبتقاوم الفترة الأولانية بتاعتك. فلما بتقاوم الفترة الأولانية بتاعتك وبتعدي والناس بتاخدك على كده ويبتدوا يبقى انت كده الصح. بتبتدي بعد كده الأمور تتسهل بالنسبة لك. لو انت تمسكت. طب ليه بقية الحكام ما بيطبقوش اللي بيعمله احمد الغندور والبنا ومحمد عادل؟ ما هي دي شخصيات خاصه بتختلف. لما يكون عندي انا مثلا هتكلم على الدوليين. يعني عندي محمود ناجي. عندي ابراهيم نور الدين. عندي امين عمر. عندنا كمان حد دولي انا ما اعرفش دايما بنسى اسمه يعني. ابراهيم نور الدين. ابراهيم نور الدين. ابراهيم نور الدين ومحمود ناجي ومحمد معروف. ومحمد معروف و لا البنا انا قلت ماشي انا قلت الاسم قبل كده. هم السبعه كده تمام السبعة. امين عمر. ايوه كابتن. ده مش معناه انه هو في حكام عندها حاجات بتنجح فيها وحاجات بتبقى فيها قصور. ومش هتلاقي كل واحد عنده كل حاجه. مش هتلاقي كل واحد عنده كل حاجه. ماشي بس انا عايز حتى المعظم يعني. انا ليه ذكرت انت سالتني سؤال وانا ذكرت ليه؟ لان انا شخصيا من مدرسة اللي تشوفه حسين. تمام. هو مش المفروض أي حكم في العالم يبقى مدرسة اللي تشوفه حسين؟ المفروض. بس ولا أنا غلطان يعني؟ لا 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 عندك حق. بس هي الفكرة في إيه بقى؟ الفكرة في إنه في حاجات صغيرة أوي أوي أوي، تفاصيل صغيرة أوي أوي أوي. ممكن الحكم يبقى مؤمن أو حد يحط في دماغه إنك لو عملت كده أفضل لك وتبقى تنجح بشكل أفضل. طب ما أنت كنت رئيس لجنة حكام أكتر من مرة وكان بيحصل نفس الامر وانت مسؤول عن الحكام. ما اعتقدش ان انت كنت بتقول لهم اعملوا كده خالص. طيب انا بالعكس انا كان دايما المحاضره بتاعتي يا ابني اللي تشوفه احسبه. تمام. وكلنا هنغلط اغلطوا. انا بقول لهم كده اغلطوا وما تخافوش، بس المهم انك ما تكونش بتغلط وانت عارف انك بتغلط، مش انك انت قاصد لا، وانك تبقى عارف انك بتغلط. نعم. يعني ايه؟ يعني ما تحسبش حاجه عشان تهدي الدنيا. نعم. ما توقفش اللعب عشان كده، لا، ربنا موجود سبحانه وتعالى، امشي انت في طريق الحق واللي تشوفه احسبه واللي انت شايفه من وجهه نظرك صحيح لغايه لما المباراه تبوظ. على فكره كان فاروق بوزي يقول لنا كده. تدير المباراه بالقانون وروح القانون ولا تتهسر باي شيء لغايه لما المباراه تبوظ. المباراه بعد كده تتحول كان هنا كده تتحول الى صوره. نعم. والصوره دي بنيجي نعرضها وبنعرض الصوره ونعرف انك انت الصح وبالتالي يبقى انت فاروق بوزي. كنا في البطوله العربيه في السعوديه كبطوله السوبر. انا كنت موجود كنت حكم. ايوه وانت جيت حضرت اجتماع. حضرت طبعا. صح كده؟ ده انا بتكلم عشان انت حضرتك. أيوة. كنت شاهد عيان. أيوة. وكان عبد الرحيم العرجون وده من الناس اللي بحبهم. أيوة. جدا ربنا. كان في لعبه على فكره كان تعبان. كان في ثلاث لعبات. أيوة. في ماتش الاهلي والشباب وكنت شاكك الحقيقه في هدفين تسلل وهو دعاني. كنت انا جيت حضرت الاجتماع بتاعنا. هو دعاني الحقيقه وكان في منتهى الظرف واللطف والجمال وعرض اللقطات قال لي الاول الجونين جونين ولا مش جونين؟ قلت له لا جونين. خلاص تمام التمام. بس انا قلت له هو مهمه الحكم الاولى ايه؟ فقال لي قلت له حمايه اللاعبين. قال لي صح. قلت له هات لي اللعبات. كان من الامانه انه عرض حوالي 3 4 لعبات اكيد حضرتك متذكر ده. وقلت له فهو قال لي انت معاك حق في النقطه دي بس احنا معانا حق في النقطتين دول لانه دول الهدفين اللي سجلوا يعني. بس كانت الحوار يا كابتن جمال كان حوار راقي جدا بان هذا الرجل اللي حريص على كابتن الفرقه انه يجي وانه يوضح للناس كلها وانه بيتعامل من غير هي دي قراراتنا والعنف والكلام الفارغ اللي بنسمعه ده. انت شفته بنفسك ده. نعم. واللي اتعاملت معاه بيه هو اللي عمل طفره التحكيم العربي وهو اللي عمل الانجاز الغير مسبوق للتحكيم العربي. كان سعيد بالقلة حكم كاس عالم وحضرتك حكم دور الثمانية وعلي بوسيم حكم ثالث ورابع. هو ده المنهج بتاعنا. نعم. كان المنهج بتاعنا في البطولات العربية. عشان كده طلع علي بوكسيم وسعيد بالقلة وجمال الغندور وسعد كميل وعبد الرحمن الزيد الجيل اللي هو يعني الحمد لله. نعم. عمل انجازات كل دول كانوا في كاس العالم يا جماعة. غير تاريخ. لا مش كده. نعم. بس يا كابتن. وانك توصل للادوار لغاية النهائي. لعبنا كل الادوار. انا ما قلتش انا بقى برازيل. لعبنا كلنا. لعبنا دور ال 16 ودور الثمانية وقبل النهائي والنهائي والثالث ورابع كل حاجه. نعم. لعبناها صحيح. واحنا عرب كان المفروض انت عارف التمثيل. نعم. المشرف بتاع زمان. نعم. الحكم الافريقي او الحكم الاسيوي تمثيل مشرف مباراه. مع السلامه. فاللي عمله فاروق بوزو معانا ده كابتن ربانا على ان احنا ما نخافش من صحيح. الغلط ده وانا صحيح. ده اسلوبي انا كنت بقول للحكم اغلط. هو في حد يقول لحد اغلط وانا عايزه يغلط؟ نعم. انا مش عايزه يغلط بس مش عايزه يخاف انه يغلط. اغلط بس المهم انك انت وانت بتحسب يبقى ده اللي انت شايفه صح. طيب استاذنك اروح لفاصل وارجع اكمل حوار لانه الحوار مهم جدا مع اللي منورني كابتن جمال الغندور.
عدد من المشاكل والأزمات يجتاح منظومة التحكيم المصري في الآونة الأخيرة، جعلها تمر بحالة من عدم الاتزان، سواء تعلق الأمر بالأخطاء الكارثية في المباريات أو عدم وجود عدالة في توزيع المباريات نفسها، وعدم منح الفرصة كاملة للحكام الجدد وصولا لأزمة تأخر المستحقات واستخدام بعض الحكام لنفوذهم لدخول القائمة الدولية. أثارت بعض القرارات في مباريات الدوري والكأس والسوبر مؤخرا الكثير من الجدل في الشارع الكروي، لعل أبرزها ما حدث في لقاء الإسماعيلي والزمالك بالجولة السابقة للدوري ومباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر. لا زالت تقنية الفيديو الأكثر إثارة للجدل، لدرجة أنها أصبحت عاجزة عن تصحيح الأخطاء وتختلف باختلاف أطراف المباريات وكذلك أسماء الحكام المتواجدين في غرفة الفار. تعاقد الاتحاد المصري مع البرتغالي فيتور بيريرا لرئاسة لجنة الحكام منذ مارس الماضي، خلفا للإنجليزي مارك كلاتنبرغ، أملا في تحسين أحوال منظومة التحكيم. بيريرا اصطدم بمسؤول الجبلاية أكثر من مرة، فرفض استخدام حكام أجانب لإدارة المباريات الهامة على رأسها نهائي كأس مصر والسوبر المصري من ناحية، وطلب بحل أزمة مستحقات الحكام من ناحية أخرى. لم يحصل الحكام على مستحقاتهم المالية منذ الجولة 14 بمسابقة الدوري. معاملة الحكام لا ترتقي لأهميتهم في المنظومة، وهو ما يتضح خلال انتقالاتهم سواء داخل مصر أو خارجها. لم تفلح الجبلاية في تطبيق منظومة تأمين على الحكام يجعلهم يشعرون بالأمان وتأدية أدوارهم بعيدا عن أي ضغوط. بعض الحكام يستخدمون نفوذهم من أجل التواجد في القائمة الدولية ليستمر الجدل حول معايير اختيارها، وهو ما يعكس عدم ظهور الحكام المصريين بشكل كبير في المحافل القارية وعدم تواجده نهائيا على المستوى الدولي. لا شك أن نجاح الحكام هو الضمانة الأولى لنجاح الكرة المصرية، لذلك لا بد من تقديم الدعم والمساندة وتهيئة الأجواء لهم، لأنهم إذا فشلوا في تطبيق العدالة والحياد فلا يمكن أن تتقدم هذه المنظومة أو تستقر. كلها تساؤلات مشروعة يا كابتن جمال طبعا. فاكر كل اللي اتقال في التقرير ولا فكر حضرتك بيه مرة تانية؟ بس اتقال في التقرير ده عايز له بتاع 15 حلقة وماله عشان. ناخد اللي نقدر عليه في الحلقة دي يا كابتن جمال. انت بقالك 40 سنة، احنا نقول 35 سنة. نعم. يعني موجودين مع بعض في تمام في المجال، وعاشرت بنفسك او عاصرت بنفسك اساليب كتيره لناس كتير. صحيح. وطرق كتيره مختلفه من دال 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 من بر الامان لحد بر أيوة. السلام لحد الحكم اللي انت كان بيقول لك في الملعب يعني، وانت حد فيك وقع عشان احسب له لغايه. نعم. الحكم اللي طب قول الفرق كلها مش لينا بس يعني. فانت انت عاصرت كل ده وهيفضل موجود. الفار جه والاجانب جم يمسكوا التحكيم ولسه مستمرين يعني. مفيش حاجة يعني مفيش حاجة اتغيرت. نعم. الدنيا منهج زي ما هو. أنا همسك في كام واحدة. يلا. همسك الأول في موضوع مستحقات الحكام. نعم. هل يعقل يا كابتن شوبير إنك أنت 18 نادي هنتكلم على دول بس، أنا بدي بيهم مثال، قبل بداية الموسم يسددوا مصاريف الحكام، قبل بداية الموسم يسددوا مصاريف الحكام للاتحاد، وبعدين الحكام تلعب المباريات ولغايه دلوقتي ما تاخدش. لا يعقل. هل يعقل هذا؟ نصلحها ازاي؟ لازم يا كابتن شوبير، ودي كانت خناقاتي على طول، وانت سواء كنت موجود او مش موجود. انا مره سبت قدمت استقالتي بسبب فلوس الحكام. ليه؟ في روايات الناس مش عايزه تصدقها، في حكم بيسافر الصعيد اصلا، واحنا في الظروف اللي احنا فيها دي ما عندوش في بيته فلوس، بيستلف. نعم. عشان يركب القطر
ويروح هناك ينام في اي حته وياكل اي حاجه او يوصل قبل الماتش بساعتين تعبان ويخلص ويرجع نعم وبعدين يستنى ياخد فلوسه بعد سنتين. هل يعقل هذا الكلام؟ مش ممكن في الوقت نفسه على النقيض في الوقت نفسه. وطبعا انا اسف ان انا بذكر الامثله دي. نعم احنا بندفع لشخص واحد احنا جايبينه عشان نكبر دماغنا مش عشان اي اهداف تانية. يعني احنا جايبين فيكتور بيريرا عشان نكبر الأجنبي. دماغنا فكره الاجنبي على فكره فيتور من اعز اصدقائي واحنا رحلتنا مع بعض من اول البدايه اي وراجل حكم كبير جدا ماشي حكم محترم جدا انسان عنده عقليه وعنده اسلوب وعنده طريق. طيب يبقى ما بنكبرش دماغنا يبقى بنطور المنظومه. هو احنا محتاجين وده الكلام اللي انا قلته محتاجين هتسالني اقول لك محتاجين وجهه نظرك الخلافات تحترم. والخناقات والاخطاء وجهه نظرك تحترم. هل توقف اللي كان بيحصل قبل كده قد دلوقتي؟ قد تكون قلت شويه ازاي؟ قد يكون الراجل في بداياته بدا يصلح بقدر الامكان. انا بص يا كابتن عشان الموضوع ده اتكلمنا فيه كتير نعم. وانا اصلا رافض لهذه التجربه فمش عايز ايه اخش انت في رافض معرفة. عشان انت جمال غندور. لا انا رافض عشان ما اخترقش. انا رافض عشان في حاجات اهم من دي لو انت عايز تنجح اعملها. ده قصدك على المستحقات؟ لا المستحقات دي جزء منها. نعم. لا الاهم من كده انك انت كاتحاد كوره مسؤول عن الحكام تحمي الحكام بمعنى تحافظ عليهم برضه ان يكون بمعنى. عندك انا اصلا بكلمك عن تجربه ماشي وعن مشاهده بمعنى انه لما يتطاول احد على الحكام انك انت تدافع عنه وتجيب له حقه انك توقف هذه الامور انك تكون اقوى من كل اللي موجودين في المنظومه لانك انت اللي بتدير. منظومه التحكيم كم مره؟ انا 3 مرات. اول مره كم سنه؟ الوحيده اللي بعتبرها هي المره الوحيده اللي انا اشتغلت فيها نعم من سنه 2005 ل 2008. طب ليه؟ لان كان في اتحاد كره قوي نعم وحط تحتيها 15 خط ماشي ومش عايز اخش في تفاصيل قوي وحط تحتيها 15 خط كان في اتحاد كره ما حدش بيلوي دراعه ما حدش بيفرض عليه حد ما حدش بيفرض عليه يقول له انا عايز ده ومش عايز ده. وفي نفس الوقت كان في حد اللي انا لما جيت اشتغلت كان في حد عايز عنده فكر للمستقبل لما لقيت اللي حواليا كلهم منهم زمايلي على نعم. فكره يعني انا مسكت اللجنه وكان في زمايلي لسه بيحكموا نعم. وهم اللي كانوا الاكثر خبره والافضل. طيب انا مش طب دول قدامهم السنه الجايه ولا بعديها وهيبطلوا طب المستقبل اللي جاي وانت يمكن في واقعه ابراهيم نور الدين لو تفتكر لما كلمتني في التليفون قلت جمال مين اللي بيحكم ده؟ لسه حكم درجه ثالثه بقى درجه ثالثه وكان ماتش المصري مع المقاولين العرب فقلت لك يا كابتن ده حكم درجه اولى بس يعني جديد. قلت لي ده حكم جديد انت ازاي كده ومش يا كابتن لما تقلقش انت بتتفرج عليه اما انت بعد كده قلت لي لا ده حكم كويس فما قلت لك ده درجه ثالثه انت اتفاجئت. طب انا عايز اسالك سؤال بقى اتفضل معلش انا هتكلم بصراحه شويه. ابراهيم نور الدين كلنا كنا شايفينه هيبقى حاجه تقيله جدا في عالم التحكيم وهو حكم هايل على فكره يعني. ماذا حدث لابراهيم نور الدين؟ اقول لك بمنتهى الصراحه بص يا كابتن لغايه النهارده لغايه ما انا قاعد انا وانت دلوقتي اهو النهارده 18 ولا 17 ابريل مايو اسف افضل حكم عنده امكانيات فنيه وبدنيه هو ابراهيم نور الدين. ماشي كمل بقى. ولكن هو تعرض سنه 2010 تقريبا من 13 سنة اتعرض لإزاحة من المشهد متعمدة. ماشي كان دولي ولا ما كانش دولي ساعتها؟ لا ما هو ده اللي كنت عايز اقول لك عليه. ابراهيم نور الدين يفترض حسب حساباتنا انه كان يبقى حكم دولي سنة 2008 2009. ماشي بقى حكم دولي امتى؟ بقى حكم دولي سنة 2013 يعني بعد سنتين. بس كان هناك ناس اتبنوا ومشيوا وشقوا طريقهم وسبقوا. يا كابتن بقى رقم واحد في مصر. انت سالتني حكم الدوري رقم واحد في مصر. سالتني سؤال يا كابتن شمير اصل انا فكرتك هتجاوب اجابه جريئه. لا ما انا هقول لك لقيتك ماسك العصايه من لا 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 انا بكلمك فنيا. طب بس ما هو انا بسمعك بكلمك فنيا ماشي وانا انا بكلمك عن تجربه. انا طلعت انا قلت لك فنيا وشخصيا انا طلعت كابتن انا طلعت سنه 90 89 90 ماشي للدوري الممتاز وانا داخل التحكيم من 80 يعني بعد 10 سنين. ماشي طب هو لعب قبلك ولعب دولي وبقى جميل وحاجه كلها. انا بس عايز اوصل لك المعنى. وبدات بدايه قويه جدا. ماشي. عارف يا كابتن شوبير لو انا بدات بدايه قويه جدا دي وما كانش في ناس ساعتها من حظي ان كان في ناس ساعتها انا اسف في الكلمه ما اقصدش بيه ناس ثانيه بعكسها بتفهم في التحكيم
وعندهم شخصيتهم مسؤولين وقادرين وعندهم العداله. علي قنديل ومصطفى كامل محمود وحسين فهمي، لو ما حطونيش حكم دولي سنه 93 انا كابتن هكمل لك كلامي يا كابتن شوقي. اتفضل. لو ما حطونيش دولي سنه 93 ما كانش المسيره بتاعتي مشيت بهذا الشكل. ابراهيم نور الدين كان من يفترض ان هو 2009 2010 يبقى حكم دولي، ماشي، ويبقى هو لان هو ساعتها كان بيتنافس مع مجموعه، ماشي، بس هو كان افضلهم، ماشي، وكان عن قصد، ماشي، ما كل ماشي؟ ده كل ده موافقك. دي عملت خلل كبير جدا 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 في مسيرته. ليه؟ لان خلاص في ناس سبقته. يا كابتن ده بقى رقم واحد في مصر، في مصر يا كابتن بقى بيتحكم في البطولات الافريقيه والماتشات في مصر. بطولات ايه؟ البطوله الوحيده اللي حكم فيها في 2019 كابتن شوبير. بس انا بقى انا اجيب لك التفاصيل، انا مش بدافع بس بجيب لك التفاصيل. لا بتدافع. لا يا كابتن مش بدافع، انا بقول لك المنطق. بص احنا متفقين انا وانت دلوقتي على حاجه من 13 سنه يا كابتن. ما هو كابتن شوبير بقول لك، بقول الراجل انت قعدت كام سنه الحارس رقم 2 او 3 وكان ما كانوش بيلعبوني كتير 530 سنه وصبرت قد ايه وسموك ايوب لما لعبت تمام. طب ما انت ما اديتنيش الفرصه خلاص. في ناس ركبت يا كابتن، ناس ركبت ابتدى يلعب في مصر يا كابتن. شوف انت قلتها في مصر ولا وفي افريقيا وماتشات مهمه جدا. لا. في افريقيا. لا انا اسف، انا بكلمك هجيب لك التاريخ، قول لي البطولات مفيش. اقول لك ايه، خلاص كان الناس ركبت ومشيت. مين يا كابتن؟ كل اللي فيه عدوا كلهم طلعوا معاش، هو جمال اللي مكمل يا كابتن. لا يا هو ابراهيم اللي مكمل. ما هو لما ابتدى في القائمه الدوليه في حكام بيعملوا اعمال لبعض يا كابتن. ما تخلينا نتكلم كلام منطقي. والله العظيم بكلمك. خلينا نتكلم كلام منطقي احسن. ما ده كلامهم. ما انا ما اعرفش. انا بجيب لك لا انا مش مصدق هذا الكلام ولا زلت وبقول له. انا قلت له هذا الكلام، قلت له الكلام ده عارك تمام من الصحه، انا لا اؤمن بهذا الكلام يعني. كلام فارغ. لا كلام فارغ طبعا. برضه ماذا حدث لابراهيم نور الدين فنان؟ حدث قلت له ده حكم خساره. حدث عنده سيبك من نقطه الازاحه دي بقى. لا يا كابتن. عديها يا كابتن. دي نمره واحد. نمره اثنين هو بقى شخصيا. ايوه. هو بقى شخصيا. ايوه. البدايه او اقنع نفسه او تأثر او حط في دماغه ان انا خلاص انا ما عنديش بقى امل، ما فيش امل ان انا اروح، فايه دخل بقى في الشو شويه والمنظره شويه. ما عجبنيش رايك، بس خلينا نروح لفاصل وارجع تاني اتخانق مع كابتن جمال غندور. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين والمتابعين. طيب انت قلت ثلاث نقط مهمه جدا. قلت شخصيه الحكم، وقلت اللي تشوفه احسبه، وقلت مواجهه الضغوط. كويس كده. كم حكم عنده شخصيه في مصر؟ لا في كتير طبعا. كتير. في كتير. ما مش عارف اقدر اشرحها ازاي يا كابتن. الشخصيه عباره عن مجموعه سمات، ماشي، مجموعه تولز، في حاجات فيها بقى موجوده وفي حاجات مابقاش موجوده، ماشي، لكن الاجمالي بتاعها يوصلني انك انت بقى كمتفرج مش دارس الراجل ده من جوه دماغه ولا علم نفسه بتاع، تقول ايه لا ده الحكم ده شخصيه. الكلمه دي بتسمعها من الجمهور. مظبوط. ده لما بتشوفه قوي مصر على ان هو ينفذ قراره اللي خده في الملعب، يتعامل مع اللاعبين من غير ما يدارى ولا يتحايل ولا يخاف ولا يعمل ولا يجري ولا يعني، فانت ففي النهايه بتترجم عندك انه ايه لا الولد ده عنده شخصيه. انا بالنسبه لي مفهوم شخصيه الحكم اهم حاجه فيها زي ما قلت لحضرتك، ان هو لا يتاثر بالضغوط، لان ده صلب الموضوع. صلب الموضوع ان انا بصفر، بوقف لعب، بحسب، وفي النهايه بيتحول كل ده لفيديو لفيلم، تيجي تقول ده صح ولا غلط. يا كابتن جمال انا قلت لحضرتك في ضغوط، دور جماهيري مثلا، في حاجات كتير، في ضغوط يعني هم بلعب مباراه اقصى حاجه اقصى عدد جمهور عندي 10,000. لا لا ما هو الجمهور جزء، بس في ضغوط قبل المباراه، في ضغوط من خارج قبل كده، قبل يعني في ضغوط جوه ال 90 دقيقه اللي احنا اتكلمنا عنها، اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي. لا في حاجات تانية. هل الراجل ده متاثر بالوضع العام اللي موجود؟ هل شاف الحكم اللي مش عارف اخطا في حق النادي الفلاني فتعاقب فقعدوه في البيت فهو اتاثر؟ كل دي بتبقى حسابات في دماغ الحكم. ما هي دي الامور. انت بتتكلم جد ولا بتهزر؟ لا بتكلم جد. انا بكلمك على يعني انا لعبت الماتش اللي فات وغلطت. على تفاصيل التفاصيل خدني على قد عقلي. اتفضل. انا لعبت الماتش اللي فات وغلطت ودخل فيا جون او جونين او كنت اسوء واحد في المباراه، وعندي الماتش اللي بعديه افضل افكر ان انا الماتش اللي فات كنت وحش ولا انا؟ لا هو الصح الطبيعي ان انا لو من البدايه، انا بتكلم بقى هرجعها ليا انا بقى، لو انا من البدايه عملت اللي عليا وانا مش شايف من وجهه نظري اللي عملته صح يعني، وبعدين حصل ده. انت قلت انت غلطت انت كحكم والناس كلها بتغلط، خلاص انتهى الموضوع بالنسبه لي. ما هي دي يا كابتن ايه واحده من الحاجات اللي هي ايه موضوع الثبات الانفعالي على مدار العمر، مش الثبات الانفعالي في الموقف بس.
انك انت مؤمن وعارف وفاهم كويس انك انت مهمتك اكيد هتغلط، والمسؤول عنك، ودي حط تحتيها ثلاث خطوط، فاهم برضو زيك انك انت لازم هتغلط، فمش معناه ان هو قاعدك في بيته، لا ده انت لازم. انت ضد ايقافات الحكام؟ يعني مثلا حكم غلط الماتش اللي فات سين مع صاد، وحكم غلط خطأ فادح يعني، فبيبعد عن المباريات، انت ضد ده ولا انت كنت بتطبق ده؟ لا انا من مدرسة المرحوم علي قنديل كان بيعمل حاجة. ايه بقى؟ علي قنديل كان بيعمل حاجة، حكم غلط وحصل عليه هجوم غير طبيعي، بيروح عامل ايه؟ هو عارف انه غلط، بيروح ملاعبه الاسبوع اللي بعديه، وبعد كده يوم جاي مريحه. انا من المدرسه دي. ليه؟ مش في كل الاوقات، نعم، يعني مش هعملها في كل الاوقات، ممكن يكون خطا فادح، لكن لما بلاقي الهجوم مبالغ فيه، ولا لما بلاقي ده هيأثر على بقيه الحكام، انا بقول لك الموضوع نفسي بحت، هيأثر على بقيه الحكام في ان هم انضغط عليهم، فلما يلاقوه في الملعب ويلاقوا ان وراه رئيس لجنته بيحافظ عليه وواقف معاه، بترجع لهم ثقتهم في نفسهم. هو فعلا المحللين بتوع الحكام اللي حضرتك واحد منهم من اسباب تراجع مستوى الحكام؟ دي بتتوقف على على ان الحكم، شخصيه الحكم ده بقى اللي بيتعامل في هذه الامور، هل انسان ضعيف، هل انسان بيتاثر باللي حواليه ولا لا، او حد تاني عنده ثقه في نفسه. بمعنى ان انا في حكام بعد ما اخرج مثلا، اروح دلوقتي ما كنت بروح معاك واروح من الاستوديو، يتصل بيا كابتن انا شفت اللعبه بس انا ليا راي، انت قلت كذا وانا قلت كذا، ويتناقش معايا وبعدين يقتنع يقول لي لا كابتن عندك حق وكلام صحيح كويس. في واحد تاني يروح جاي تاني يوم يروح منزل تويته يقول لك انتوا بقى هتقعدوا تقطعوا فينا وانتوا انت بتستقبلها ازاي؟ لكن انا عايز اقول لك مش دفاعا عن التحليل التحكيمي على فكره، انا ما بحللش دلوقتي، انا بستمتع بتحليل التحكيم، مش دفاعا عنه. نعم. لا النهارده كابتن شوبير من غير وجود جمال الغندور ولا الشناوي ولا سمير ولا اي حد بيحلل، النهارده الكاميرا نفسها بتعمل تحليل تحكيمي. نعم صحيح. المخرج نفسه بيعمل تحليل تحكيمي. الفار اللي هو احنا بنطبقه دلوقتي هو تحليل تحكيمي بس وقتها. هو احنا بنطبق الفار غلط؟ لا مين قال كده؟ امال انت، ما انا عايز اوريك لعبتين كده. مين قال كده؟ عادي ممكن اوريك لعبتين كده بعد اذنك، يعني مثلا كان ماتش امبارح ولا اول امبارح سموحه وفيوتشر يعني. شوف والحكم ده من الحكام اللي انا بحبهم جدا، عبد العزيز السيد ده، لانه ده من مدرسه اللي تشوف احسبه. تمام. من وجهه نظري يعني. تمام. تعال كده يلا يا عم نصر اللعبه دي، وعايز اشوف البنالتي. يعني مثلا هنا ده كان لسه حاسب ضربه جزاء لفيوتشر، وطلع كابتن سمير محمود عثمان واكد على صحه ضربه جزاء بصرف النظر عن قرارك. دي بعدها على طول باربع دقايق العكس بقى لسموحه. وفيوتشر بقى نادي لا جماهيري ولا نادي بيضغط ولا نادي عنده حاجه ولا محتاج. هنا ادي اللعبه. انت رايك ايه؟ ضربه جزاء. ضربه جزاء والله؟ طب ارجع تاني يا نصر. لا انت ما ترددتش يعني. لا لا لا. طب نشوف الحكم؟ اهو قال له استنى انا هروح للفار اشوف الفار هيقول لي ايه. ادي اهو. أنا عندي مدافع ما راحش للكرة خالص. وأي احتكاك بالمهاجم بعد ما أنا عملت هذا الانزلاق بهذه القوة خلاص هتحاسب عليه. وده حصل. أهو شوف رجلي الشمال مع رجلين المدافع. نعم. المهاجم. بس ممكن يقول لك ما هو خد الكورة. لا. خد الكورة دي قبل الاحتكاك أهلاً وسهلاً. لكن شوف اللعبة يا كابتن، هي كده خد الكورة. جت سمانة رجل. لا ده الاحتكاك حصل خلاص قبل ما هو ياخد الكورة. قبل ما تيجي فيه. وبعدين اصلا احنا بنتكلم قانوننا من مفهوم كرة القدم. نعم. مفهوم كرة القدم اللي عايز ياخد الكرة هو راح ياخدها بسمانة رجله ولا راح ياخدها اي حاجة اي حاجة. لا كابتن معلش عشان انا بتكلم على مفهوم ياخدها برجله. مش هو راح ياخدها برجله؟ نعم. وانا نجحت ان اخدها برجلي؟ ما نجحتش. لا ما نجحتش بس في اشتراك يعني. هنا هو راجل قال لك العب. انت قرارك هنا. لا ركله جزاء. وده كلام قاله الكابتن سمير عثمان. طب نشوف البنالتي اللي اتحسبت في نفس اللقاء قبلها بخمس دقايق. نشوف ضربة الجزاء اللي احتسبت على سموحة، لأنه هنا يعني دي ما اتحسبتش؟ ما اتحسبتش والله العظيم. والله. والفار أكد على صحة قرار الحكم؟ الفار ما جابوش أصلا، ما نادلوش. هنا الكرة دي، بص الكابتن عبد العزيز السيد فين؟ عايز دي بره، مالهاش علاقة بالبيت. لا لا مش دي، أنا عايز اللعبة نفسها يا نصر، اللعبة اللي هي اللي أيوه هي دي. هو عبد العزيز قال لك العب، الفار استدعاه. طب ليه؟ ما عشان جت في ايده. جت في ايده انهي؟ هي ايده بتعمل ايه يا كابتن شوبير؟ ايده على الارض. طيب انا اسال سؤال، هو بيعمل ايه دلوقتي؟ بيحاول يبعد. نعم. بص يا كابتن، لمسه اليد، هو بيتكلم على لمسه اليد ده؟ امال ايه؟ طيب انا لمسه اليد باختصار شديد في كلمتين،
لمسه في اليد كانت شوبير عشان دي اللعبه دي من وجهه نظرك مفيش حاجه طبعا هي بنالت ده بنالت لا يستمر لا يستمر اللعب لمسه اليد عشان نتكلم بصراحه لمسه اليد في القانون وفي المفهوم بتاعها ما تتحسبش الا للتعمد فقط التعمد ده ليه صورتين الصوره الاولانيه لو الكوبايه هي قدامي الصوره الاولانيه هات هنا عشان الناس تشوفها الصوره الاولانيه ان انا ايدي تروح كده تلمس الكوبايه يبقى دي اسمها لمس الكوبايه تمام اللي هو ايه لمس الكوره باي صوره مش اليد راحت للكوره تمام دي سهله الثانيه بقى ان ان تكون ايدي خارج الجسم مكبر خارج الجسم بشكل غير طبيعي بدون حاجه انها بدون سبب وتكون مكبره للجسم والكره تصطدم فيها مش انا اللي هلعبها هي اللي تصطدم فيها ده النوع الثاني من التعمد ده اسمه تعمد برضه ده اسمه تعمد ولا اسمه اهمال لا تعمد تعمد ايه تعمد ان انا ايدي خارج جسمي بشكل غير طبيعي يعني انا خليتها بشكل غير طبيعي لو بشكل طبيعي ما عنديش مشكله بشكل غير طبيعي والكره اصطدمت فيها يعني انا المسؤول عن ان الكره تصطدم فيها هنا بقت تحت بند التعمد بقى تعمد صوره من صور التعمد تمام اي حاجه تانية ما فيش فيها لا فيش فيها لمس يد طيب الايد اللي على الارض يا كابتن شوبير لو الايد بتعمل حاجه غير انها بتسند او غير انها وقعت على الارض ما انت لما تقع على الارض ايدك وقعت على الارض معاك ايدك ادي الايد الايد بتعمل ايه بتسند على الارض هو انا هوقف الكره بايدي وهي على الارض ليه الايد موجوده لسبب تاني خالص غير انها تلعب الكوره والسبب تاني خالص انها تكون بوضع غير طبيعي ليه لان اللاعب لما بيقع يعني انت رايك دي مش بنالتي لا مش بنالتي طيب بصرف النظر اتفضل هنا الفار نادى للكابتن عبد العزيز السيد والكابتن عبد العزيز استجاب للفار اقتنع بوجهه نظر الفار واداها ضربه جزاء تمام. تمام اوكي بقى هو صاحب القرار خلاص ماشي اوكي الثانيه الفار ليه ما بعتش للكابتن عبد العزيز السيد على الاقل انه يشوفها انا بص كابتن شوبير قول لنا مين كان على الفار يوميها يا جماعه هي قدراته وامكانياته على فكره برضه ما خلي بالك ما هو الفار ده ليه تقدير هو ليه تقدير يعني ايه يعني ايه في تقدير انا اشوف يعني احنا دلوقتي بنشوف الصوره وبناخد قرار من الصوره كان عباس قبيل محمد عباس قبيل وفي حد تاني يشوف الواقعه في الملعب محمد عباس قبيل مايو كان هو اللي على الفار بس مش عارف مين اللي كان معاه وحد تاني يشوف الواقعه في الملعب وله تقدير نعم يعني انا وانت بنتفرج دلوقتي اهو مش هنا ممكن تقديري انا وانت يختلف واحنا بنتفرج على الصوره نعم وده عادي ما الفار كده نعم. في واحد هيشوفها ضربه جزاء في واحد تاني مش هيشوفها كابتن جمال هل مشاكل الفار اللي موجوده عندنا موجوده في كل الدنيا ولا موجوده عندنا زياده شويه ولا قليل شويه ولا ده الطبيعي لا هي 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 انت بتتفرج على الدوري الانجليزي بتتفرج على كل الدوريات اللي ممكن تخطر على بالك طيب انا ما فيش ماتش بسيبه انت بتشوف الدوري الانجليزي بيحصل فيه كوارث في الفار برضه كان عباس قبيل وكان مصطفى عطيه اتفضل قول لي تاني معلش كان بيحصل في الدوري الانجليزي بيحصل كوارث في الفار طبعا كوارث نعم احنا اللي هو بقى ده صحيح. اللي هو كوارث كوارث يعني دوري رقم واحد في العالم نعم فموجوده كابتن شوبير بس بتطلع لجنه الحكام بتعتذر ما انا لسه معتذرين لبرايتون واعتذروا في المانيا لبروسيا دورتموند وهكذا انت فاكر الاعتذار اللي حصل من حوالي 10 15 سنه بتاعك انت كان ماتش المصري كان الكابتن فاروق جعفر صح لا مش دي ما. لا لا الاعتذار لما الحكم اعتذر في فرقه من الفرق الكبيره ده هنا في مصر وبعد كده استضول فرقه ثانيه انت لازم تطلع تعتذر هنا ولازم تعتذر انت اعتذرت هنا ليه وما اعتذرتش هنا ليه كابتن دي ثقافه ناس ثقافه تقبل انت عندك ثقافه التقبل دي التقبل دي في مجتمعك صعب فكره ان انا اعتذر دي صعب طب برضو فكره ان انا اطلع حتى اتكلم انا كنت ضد الفيديوهات اللي بتتعمل اللي كان بيعملها كلاتنبرج الناس بتقول انه جمال الغندور هو السبب الرئيسي في مشاكل الفار حتى هذه اللحظه لانك وانت ماسك اللجنه عشان يذكر انه ايام جمال الغندور لاول مره يتم تطبيق تقنيه الفار فسلقتوها عشان يبقى في عهدك وفي عصرك رد انت اصل انت كنت عضو نائب لا مش عضو ساعتها لا انا بكلمك انت انا الحمد لله ما كانش عندنا نائب رئيس مجلس اداره اتحاد كره القدم وعارف هي امكانيات لجنه الحكام وعارف ايه هي اللي يقدروا يعملوه اللي ما يقدروش يعملوه كابتن انا موضوع الفار انا يعني ما ليس لي اي راي في انه يبقى يتطبق ولا ما يتطبقش لا اكيد ده قرار الاتحاد ماليش راي سالوك وانت كنت مرحب جدا انه الفار يطبق في مصر يا كابتن كان الموضوع غير كده خالص على فكره انا طيب على فكره انا رحت 1/9 كان اوريدي تم الاتفاق على تطبيق تقنيه الفار والشركه والاتفاق وتم الاتفاق مع الشركه وكل شيء طب ما قلت لهم شهدوا شويه ليه يا جماعه الناس عايزه تتمرن عايزين يعني ندي الناس رخص شويه انا على فكره انا عارف ايه اللي ليا وايه اللي عليا كويس وعارف كويس قوي قوي ان دي امور مش بتاعتي واعتقد وخلينا نتكلم بقى بدل ما باب مفتوح نتكلم بصراحه كلم كان في الفكره دي كانت موجوده في الاتحاد اللي مشي
طبعا كانت موجوده طبعًا في الاتحاد المصري وكان عندهم النيه لتطبيق تقنيه الفار ويمكن طبعًا اتخذوا خطوات. كنا خدنا خطوات ده حقيقي صح كده ولا مش صح؟ ده صحيح. يعني الموضوع يا كابتن من يعني ايه من قبل ما يفكروا في ان جمال غندور يجي كان موجود. بس قبل ما ناخد ده كنا جبنا كابتن عصام عبد الفتاح وكان متحمس جدا لتطبيق تقنيه الفار. تمام يعني فلازم هم جابوا الكابتن جمال غندور وكان لا متحمس لا جدا. انا الكابتن عصام عبد الفتاح كان متحمس جدا لانه كان عضو مجلس اداره. تمام وكان رئيس اللجنه. ورئيس اللجنه. عضو مجلس اداره اهم من 100 رئيس لجنه كابتن. احنا بنيجي بقرار وبنمشي بقرار. مش بقرار كمان لو واحد زعل مني من مجلس اداره الاتحاد الكوره اقول لك مشوا الراجل ده. خلينا نتكلم بوضوح. ما عنديش القدره ان انا اقول الفار يطبق ولا لا، لكن لما خلاص خدوا قرار انت جمال الغندور يا كابتن. انا جمال الغندور رئيس عصايه وانت جايب جمال الغندور وانت جمال الغندور بتاريخه باسمه بنجوميته بكل اللي انت حكمته ده. ما هو جمال الغندور بنجوميته باسمه بكل اللي انا حكمته وكل اللي انا عملته والمشاركات اللي انا عملتها. جمال الغندور بيتهان في مصر دلوقتي بوجود خبير اجنبي، مش عشان انا امسك، عشان انا موجود في مصر وبيجي خبير اجنبي يدير التحكيم. طب اذا كان خبير اجنبي ده راجل محترم وراجل كويس وراجل محترم. انا ما قلتش انه مش محترم. انا قلت ان احنا عندنا كوادر تستطيع انها تدير التحكيم. مين غير جمال غندور؟ انما تكبير الدماغ مين غير جمال غندور؟ لا في كتير يا كابتن. ما تقول لي اسماء. لا في كتير يا عم، تقول لي اسماء. ما هو مين غير جمال؟ الزملاء كلهم. مين يا كابتن؟ على فكره انت الناس عارف كلها كانت بتهاجم جيب. انت عارف كويس قوي عصام عبد الفتاح اتقطع، مش عايزين سمير عثمان اترشح اتقطع، ما يتقطع. مش عايزين النظره. كابتن فيتور بيريرا في البرتغال لو مسك هيتقطع عادي. كابتن مش عايزين نمسك بالحاجات اللي وانتوا ليه دايما ضد كل ما هو اجنبي؟ يعني اذا كان واحد اجنبي انا اتكلم عن انا اتكلم عن نفسي. أيوه. انا طول عمري ضد الاجنبي في التحكيم. بس انت كنت بتجيب حكام اجانب. عمري ما جبت يا كابتن. وانت حكم وانت رئيس لجنة حكام غير ماتش الاهلي والزمالك. مزبوط. اللي كان ساعتها بقرار وزاري زي ما قلنا. نعم. بس ما كانش في قرار لا وزاري. كابتن انا مشيت اقول لك على قصه بسيطه. قول لي على قصه. اول مره كان يطبق المدير الفني للحكام سنه 2004. نعم. كان راس لجنه الحكام ساعتها كان الكابتن محمد حافظ ربنا يديله الصحه. صحيح. وكان معاه في عضويه اللجنه الكابتن محمود عثمان الله يرحمه، وكان الكابتن صلاح رمضان ومش فاكر بقيه الاعضاء كويس. وجه الكابتن عصام عبد المنعم عايز استعين بيه وكلمني. لا انا يعني عايز استفيد وانت وجودك وكده راجل محترم كابتن عصام. وحاجه جميله انك انت يعني عندك ايه عندك لسه مبطل وعامل تاريخ كويس كده. فقلت له كابتن انا من انا انا امنيه حياتي ان التحكيم يستقل. وطبعا قبل كده حاولت اعمل بعديها يعني حاولت اعمل الموضوع، بس ده موضوع بيني وبينك انت يعني. نعم. هنتكلم فيه. فقلت له انا يعني في دلوقتي الاتجاه دلوقتي في العالم كله انه يبقى التحكيم يبقى اداره مستقله زي الرابطه كده. اداره. نعم. واداره يعني ايه متفرغه، مش 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 العمل التطوعي بتاع لجنه الحكام اللي احنا واخدين عليه ده. نعم. مش الفكره فكره فلوس انت ولا انت اول محترف. اللي هي ايه وكله كان متطوع العمل الاحترافي. نعم. هو ده اللي اتعمل في الفيفا واتعمل في كل تمام. حته ماشي اوكي. فايه فقال لي والله العظيم دي فكره رائعه واتفقنا علينا نكون المدير الفني للحكام. ماشي. بس في ايدي كل الامور. تمام تمام. واللجنه موجوده. نعم. لهم كل التقدير والاحترام، بس الامور كلها اللي بيدورها جمال الغندور. كويس. وجبت معايا مساعدين اتنين ساعتها تقريبا محمد توفيق وقادر عبد العظيم. مظبوط. معايا زودتهم على اللجنه. اتنين محترمين جدا. واشتغلنا يا كابتن شوبير بالمنطق وبالفكر اللي انا عايزه. نعم. لغايه لما جينا الدوري ساعتها خلص بدري يعني كان فاضل 3 4 اسابيع 5 اسابيع وخلص بدري. حسمت. والنتيجه حسبت. وانا وقتها والله يا كابتن شوبير اللي بقوله لك ده، انا وقتها جاتني فرصه العب الاهلي والزمالك بحكم مصري. انت فاهم بقى الاهلي والزمالك هيتلعبوا مفيش تنافس. مفيش تنافس. وكان ساعتها بشتغل لعصام عبد الفتاح يلعب المباراه. لان عصام كان هو اللي ابتدى يظهر في الصوره وهو اللي ابتدى ماشي وهو اللي ابتدى ان احنا بنجهزه للمرحله اللي جايه. وكلمت عصام عيني قال لي برافو عليك وفكره رائعه جدا. انا بقول الكلام ده والكابتن عصام عبد المنعم ربنا يديله الصحه يا رب ان شاء الله. فقال لي والله فكره رائعه والراجل اتفق معايا. قال لي خلاص كويس توكل على الله وانا المسؤول. يعني انا اللي ماشي كويس. بس الدنيا ماشيه والمباراه بعد مثلا اسبوع 10 ايام حاجه زي كده والدنيا ماشيه. وبعدين اتفاجئت بصيت انا رايح يوم الاتحاد وشغلنا العادي لقيت الكابتن محمد حافظ والكابتن محمود الله يرحمهم يعني ايه طالعين جايين عند الكابتن عصام منهم طالعين رايحين. ففي حاجه بتحصل لغايه لما جالي واحد من الناس اللي شغالين تحت في المسابقات اللي هم عندهم الفاكس اللي هم الموظفين اللي عند الاستاذ فوزي غانم. فقال لي كابتن خلاص الحكام الاجانب احنا بعتنا مش عارف مين وبعتنا لمين وبعتنا هم مش موجودين وخلاص هنستقر على طقم مش عارف مين. قلت له ايه حكام اجانب؟ انت جبت الكلام ده منين يا ابني؟ وخدت بعضي والله يا كابتن شوبير زي ما بحكي لك كده نزلت تحت كابتن عصام
ايه اللي احنا مش اتفقنا ان احنا هيكون حكم مصري للمباراه ومعايا محمد توفيق وكان ادري في اسكندريه وكان كابتن محمد حافظ موجود. فقال لي ايه ده؟ هو انتوا مش قررتوا انه يبقوا حكام اجانب؟ نعم. قلت له يا كابتن عصام انا اتفقت مع حضرتك لكن ماشي اوكي. وبصيت لقيت الموضوع كده والله يا كابتن شوبير واحنا على الترابيزه كده. نعم. رحت كاتب استقالتي ورحت مقدمها ومشيت. مشيت ساعتها؟ بس رجعت رئيس لجنه مع اتحاد منتخب كان الكابتن أيوة. سمير زاهر وكان أيوة. لي الشرف ان انا اكون عضو مجلس اداره ومجموعه من الافاضل وبرده كان حكم اجنبي. تقدر تحصر لي في الثلاث سنين دول كام حكم اجنبي جه مصر؟ الاهلي والزمالك كان حكام اجانب ستة للاهلي والزمالك. طيب خلينا نروح لفاصل وارجع تاني اكمل هذا الحوار الساخن والجميل والممتع مع كابتن جمال غندور. الحقيقه انا بنعي كابتن عبد الحميد الوسيمي واحد من اهم رموز الكره الطائره في تاريخ مصر. الحقيقه انتقل الى رحمه الله وطبعا كل العزاء لاسره الكره الطائره والسيده الفاضله مدام عايده حرمه. يعني كابتن عبد الحميد الوسيمي كان من الشخصيات الجميله الطيبه الرائعه البشوشه، ربنا يرحمه ويغفر له ان شاء الله ويسكنه فسيح جنات. طيب عايز بقى اسالك يعني وجاوبني بصراحه شويه الله يسترك، يعني مش انت عمال تلف وتدور ايه طول الحلقه يعني ما هي كل ما نقرب من نهايه الحلقه الصراحه هتقل شويه عشان نختم واحنا لا يعني انت لسه الفقره الاخيره نطمن مش هتبقى واحنا مطمنين الاخيره طب اسالك بس الجول بتاع اس روما البنالتي صحيح ولا لا؟ لسه برضه ما صحيح برضه ما افضل عندي رايي. انا كنت بعلق على المباراه وحسب بنالتي على الاهلي وعاملين احتفالات ومدي بنالتي وانا بعلق واول مباراه في افتتاح قناه الاهلي وجابني وراح حاسب بنالتي، قلت له طبعا مش بنالتي وما زلت كل ما يقول لي اقول له مش بنالتي يعني. المهم القائمه الدوليه في مصر هي القائمه المثاليه؟ اظن سؤال واضح ومش محتاج تفكير ولا محتاج انك تتوه وتروح في ظل المستوى الموجود لبقيه الحكام الدرجه الاولى اللي موجودين في مصر طبعا هي المثاليه. طب ايه رايك بقى اللي انا شفتهم في كاس مصر؟ ايوه لسه جايين يا كابتن. الجداد دول 10 على 10 كابتن شوبير، وفي حكام بسم الله ما شاء الله خارج القائمه دون داعي لذكر اسماء عشان ما انساش اسماء كابتن 10 على 10 كابتن شوبير. عشان تعمل حكم دولي مش مجرد واحد ينجح في مباراه يبقى حكم دولي. لا انا ما قلتلاش حاجه، ده محتاج اعداد. وفي حكام دوليين دخلوا القائمه دول بس انا مش هذكر اسمائهم، دخلوا القائمه الدوليه مستعجل بكشف مستعجل. نعم. ودي اثرت عليهم، لو كانوا خدوا وقتهم كان هيبقى افضل من كده كتير وكانوا راحوا بطولات كتير. اذا القائمه ليست القائمه المثاليه؟ ما انا هقول لك مش المثاليه عشان في افضل بره من اللي جوه، لا مش مثاليه عشان الاعداد للحكم الدولي مش موجود بشكل مثالي. هو في اعداد لحكم دولي واعداد لحكم محلي. اعداد لحكم ده هينزل لحكم اهلي ومصري، ده هينزل لحكم مصري واهلي، وده هينزل لحكم زمالك واسماعيلي. طيب. انزل حكم اسماعيلي وزمالك. طيب صناعه حكم، بلاش أي. الحكم دولي، صناعه حكم بتحتاج لوقت، بتحتاج لتخطيط، بتحتاج لزمن، بتحتاج لبرنامج، بتحتاج لعلم. طب مين الحكام بتحتاج لقوة؟ مين الحكام اللي ممكن يبقوا دوليين؟ كتير استثني ابنك منهم. لا والمصحف كتير جدا يا كابتن. العيال الصغيرة كلها اللي تحت ال 30 سنة يستحقوا انهم لو جيت رئيس لجنة السنة الجاية ممكن تبقى عندك الجرأة تشيل 2 3 4 من القائمة الدولية؟ عندي الجرأة أشيل القائمة الدولية بالكامل إلا شلت واحد وأنت رئيس لجنة. ما عنديش حد كان ما أنت قعدت 3 سنين رئيس لجنة. طب هسألك هفكرك بموقف. فكرني. هفكرك بموقف. بس ولا بلاش الأسماء عشان ما نحرجهمش. لا ماشي؟ انت ما تقولش اسماء انا هقول. لا من غير ما تقول. طيب حاضر خلاص ماشي. فاكر انت في سنه حطيت واحد مش ممكن اي حد في الدنيا يتخيل انه يبقى حكم دولي. وبعدين انت سالتوني في المجلس ليه؟ قلت لكم لانه هو الوحيد اللي نجح في الاختبارات الحكام المرشحين ومفيش غيره، ولو ما حطيتوش هنبقى سته. ولو احنا رحنا السنه دي سته السنه الجايه هتبقى سته. لكن انا حاطه السنه دي عشان احفظ بيه المكان. فاكر ولا مش فاكر؟ ماشي والله ما فاكر قوي بس فاكر. لا يعني لا ماشي ما والله ما فاكر قوي انا والله. لا انا على فكره في الحاجات دي في حاجات بتقع مني يعني. لا في الحاجات دي ما بنساش. ماشي. لا انت اللي على مزاجك بتفتكر. لا والله العظيم. المهم فوافقته بقى دولي سنه والسنه اللي بعديها توافر ناس مرشحين. افتكرت خلاص فدخل واحنا عملنا كده عشان نحافظ على بس انت شلته عشان كان يعني كان سد خانه. انا بتكلم على يا كابتن جمال والله بكلمك. انا كنت لسه جاي ما كنتش اشتغلت. طب ممكن فضل. ممكن تاخدني على قد قولي اتفضل. انا دايما بقول والله يا كابتن جمال انا مش هختار حكم عشان بيجري حلو خالص.
انا عايز اختار حكم عشان بيجري حلو وعشان صفارته صح وعشان عنده فنيات كابتن. ما انا بقول لك صفارته يعني فنيات واخد بال حضرتك. لكن انا هختار واحد. لا وفي حاجات تانية بقى. قول لي بقى. هقول لك بقى الحاجات التانية ايه. انه هذا الرجل هيبقى بمثابه السفير الدبلوماسي اللي بيمثل البلد. حلو قوي. ودي لازم ليها شروط. نعم. وكانت موجوده الشروط وفي ناس كتير لعبت في الشروط دي وخرجوها. لعبت في الشروط؟ اه خرجوها. يعني اللائحه بتاعت اللائحه بتتغير كل شويه حسب ايه. انت عندكم لائحه؟ اه عندنا لائحه. لائحه ايه؟ على فكره اللائحه دي كانت مقدسه كابتن شوقي. لائحه لغايه لما جه وقت والله العظيم لغايه لما جه وقت من الاوقات بقت حاجه. يعني هل يعقل ان يتخذ قرار في مجلس اداره الاتحاد انا كنت عامل حاجه وتوافق لي عليها ومشيت فيها كانت مكرها الحكام فيا ان انا كنت بقول اي حكم له علاقه باي نادي ما يكملش في التحكيم. ده طبيعي. مش ده طبيعي؟ ده طبيعي. طب في مجلس اداره النهارده انا هبقى حكم بشتغل في نادي كذا ولا نادي كذا. طب اكمل لك بقى. وحكم مباراه. طب اكمل لك بقى. نعم. في مجلس اداره اتحاد كره قدم خد قرار بالغاء هذا الكلام وانه الحكم يبقى موجود في اي نادي بس لما يجي يحكم ما يحكمش في المسابقه اللي فيها النادي بتاعه ده. ازاي يعني؟ قرار مجلس اداره. والله العظيم زي ما بقول لك كده. انا ما بقول لك انا بقولك بكلم على الهوا وبكلم الناس كلها ما بكلمش بيني وبينك في قاعده. انا بقول لك في مجلس اداره الاتحاد. انا كابتن انا بص انا 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 مش مرن. انا تصادمي انا ما هو لو الحاجات دي انا ليه عظيم الشرف ان اكون كده. والله ودي علاقتها بين الحكام كانت بتكرهني لانه مصدر رزقهم. دي رولز يا كابتن. ده ما هو ده ما هو انا بشتغل في نادي انا طب فاكر واحد زميلنا كان ماسك مركز الشباب وكان عندنا انتخابات وقال لي انا هشتغل ضدك. قلت له ايه؟ قال لي عشان انا كنت مش عارف رئيس مركز شباب. لا انا هحكي لك حاجه ظريفه قوي. قلت لي ما تحكمش. قلت لك يا سيدي انا اقول لك يا سيدي بنقص صوتك يعني. حكايه ظريفه جدا هتضحك منها. بكلمني حد قريبي قال لي بالنبي عندي ابني تحت 14 سنه عايز العبه في نادي كذا. ماشي. فهو كلم لنا فلان المدرب بتاعهم. ده المدرب بتاعهم فلان ده حكم. يا نهار اسود. ايه انت بتتكلم جد؟ طب انا هكلمه لك. رحت متصل بيه. يا كابتن فلان ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. والنبي عندي لعيب كذا عايز اخده معاك في فرقتك. وبعدين الو خط قطع. خلاص ما هو جاله صدمه. كنت ساعتها ماسك؟ كنت انا رئيس لجنه الحكام. خلاص طبعا تم استبعاده. بالصدفه. بس ده لسه موجود يا كابتن في مصر؟ نعم. هل ده موجود في اي حته في الدنيا؟ لا طبعا. الحكم بالذات يا كابتن شوبير ما ينفعش حتى لو شغله. هتقول لي اصل هو مثلا اصل هو موظف في وزاره كذا فحطوه في النادي. طب يا سيدي يخش النادي اشتغل في الاداره جوه. ما اشتغلش في الكوره. ابعد عن الكوره. ده في حكام ماسكين اكاديميات كوره وحكام ماسكين فرق ناشئين وحكام. طب انا مره يا كابتن انا مره واحد بيشتكيني وانا رئيس لجنه الحكام برضه والله العظيم بيكلمني. ايه يا كابتن جمال معقوله ينفع كده؟ ايه يا عم في ايه؟ مش عارف مسابقه كام 17 سنه مثلا في مثلا قول في ايه في سوهاج مثلا. يا كابتن الحكم اللي بيحكم لي دلوقتي انا كنت بلعب فرقته الاسبوع اللي فات وهو المدرب والنهارده هو اللي بيحكم لي. ايه ده كابتن جمال انت حاسس بالغبن بالظلم؟ لا حاسس باني انا ما عملتش حاجه في التحكيم. ليه؟ بص يا كابتن شوبير يمكن تكون ما خطرتش على بال الناس ولا اي حد. انا عمري ما سعيت ان انا ابقى اكون موجود في التحكيم. يعني بس انت راجل كده عظيم يعني ما حدش يقدر. ما بسعاش ولا عيب ان انت وكان في موقف الناس. وكان في موقف انت حاضره انا كنت معاك في احدى القنوات ولما جالي استدعى ان انا ارجع لان كان في مشاكل في التحكيم وانا رفضت وانت قلت لي لا يعني صحيح. انا رايي تروح. فاكر؟ صحيح. ويا كابتن قلت لك ده الدور الثاني والدنيا بايظه. نعم. ومشاكل ورحت. نعم. دي المره الثانيه اللي اشتغلت فيها سنه. نعم. 2016. ها يعني انا مش ساعي لكن مجرد يا كابتن شوبير انه يكون في اجنبي يحل محلي او محل زمايلي. يا كابتن ما منتخب مصر يا كابتن ماسكه مدير فني اجنبي ومنتخب مصر الاولمبي ماسكه مدير فني اجنبي. أنا بكلمك يعني ما هو انا بكلمك عن حاجه شخصيه يعني الغي المدير الفني. خليك تخصني انا بس. ايوه معلش هو انت يعني ايه المشكله؟ ما هو انت ممكن تشتغل شويه وتمشي. ممكن اجيب مدير فني اجنبي يصلح الكره في مصر. لا مشيني زي مثلا مدربنا ان انا اجيب. انت بتجيب حكم اجنبي لانك انت ما عندكش ثقه في الحكام المصريين. خلينا نتكلم بموضوع يا كابتن. في الحكام ولا هو انت برضه هتصدق؟ لا انا بتكلم عن الحكام. في الحكام اللي بيحكموا ولا اللي بيحكموا انت بتجيبهم عشان ما عندكش ثقه في الحكام المصريين. ماشي ان هم قادرين على ان هم يديروا المباراه دي او ما عندكش ثقه فيهم لانك انت بتتهمهم دايما ده اهلاوي وده زملكاوي. خلينا نتكلم بوضوح وبصراحه. ماشي
طيب يعني معنى كده لما تجيب خبير اجنبي ما انت ما عندكش ثقه في الناس الحكام المتقاعدين. مش ممكن مرحله يا كابتن. لا مش مرحله يا كابتن. الموضوع مش موضوع مرحله. معلش انا ما زلت وانا خليه راي شخصي. نعم. ماليش دعوه باي حد. ما راي شخصي طبعا. رايي انا رايي انا جمال الغندور. بس انا مختلف تماما. انا احسست بالاهانه، احسست بالغبن. يعني لو كانوا جابوا مثلا سمير عثمان رئيس اللجنه ولا حاجه، تعظيم سلام وقف معاه وساعده. انت زعلان عشان يا كابتن الفكره؟ انا مش عشان انا، عشان الفكره، عشان انا. ما احنا عانينا من المصريين المصري كتير يا كابتن جمال، وهتفضل تعاني من اي حد. طب ما نحسن بقى شويه. بس تعاني منهم، تعاني منهم كابتن شوبيرت. انا بيصعب عليا ان الثلاث مرات اللي اشتغلت فيهم وربنا شاهد على كده، وبعض الناس الناس المحايدين اللي ما لهمش مصلحه واللي هم ما بيقيسوش الموضوع بمصلحه ناديهم، شاهدين على اني عملت مجهود خرافي وعملت شغل كبير جدا يرضي نفسي اولا ويرضي ربنا سبحانه وتعالى. طيب ما ينفعش، ما ينفعش انا النهارده ابقى قاعد في بيتي والناس بره تقول لي ايه، يعني هو انتوا يعني. طب انا استاذنك لازم اطلع لفاصل. اتفضل. وطبعا يعني محترم جدا زعلك وحزنك، لكن عندنا خلاف في وجهات النظر. الحوار الوطني الحقيقه الرياضة كانت موجودة فيه بقوة. خلينا نسمع رأي دكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة في الحوار الوطني. نروح لفاصل ونرجع بقى. أقر وأعترف فيها مشاكل مع كابتن جمال الغندور. الحوار الوطني أولا يعني كل شكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية على الحوار الوطني وعلى إذاعة لايف قدام الناس كلها، عشان دي حاجة يعني ما شفناهاش قبل كده. كان الحاجات دي كلها بتبقى يعني قبل كده في محدش بيشوفها، محدش عارف مين بيقول ايه. لا ده حوار وطني فعلا كله لصالح مصر. السماع للإيجابيات والسلبيات مهم جدا، الايجابيات لتطويرها والسلبيات لتعديل المسار. فقدام الناس كلها، قدام العالم كله، انك انت بتقول ان احنا عندنا ايه ايجابي بنطوره، عندنا ايه سلبي، وازاي ان احنا نتلافى السلبيات دي. دي كانت اهم حاجه في الحوار الوطني من ساعه ما سياده الرئيس قال رياضه امن قومي، وبدا وزارة الشباب والرياضة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في نهج يعني إيه رياضة أمن قومي، وبدأنا نشتغل على الملف ده. في طبعا إيجابيات حاصلة في الفترة دي كبيرة جدا، وفي بعض الحاجات لو طورناها إن شاء الله هتفيد جدا. هتكلم الأول على أكبر إيجابيات ساعدت إن زي بطولة زي الأندية الأفريقية دي والإم بي إيه وكده، إنه يجي مصر ويفتح مكتب إم بي إيه في مصر وإقامة البطولات دي في مصر. ده مش من فراغ، ده من عدة حاجات. أولا البنية التحتية والبنية الأساسية الرياضية اللي حاصلة في مصر لم نشهدها من بعض. كان عندنا صالات كتير، لكن دلوقتي يعني دايما زي ما بقول إن الحاجة بتتعمل في مصر مرة واحدة. يعني إيه مرة واحدة؟ يعني مش ببني صالة وخلاص، لا ببني صالة وانا عندي الابعاد الاتحادات المصريه والقاريه والعربيه والدوليه ليها مواصفات معينه. المواصفات دي موجوده في الحاجه اللي بتحصل دلوقتي، موجوده عندنا صالتين دلوقتي او ثلاث صالات، العاصمه الاداريه وحسن مصطفى وبرج العرب. حاجه الناس لما جت اتوهمت بالصالات دي بالتفاصيل بتاعتها، الفاسيلتيز نفسها، مفيش حاجه بتطلب من اي جهه الا موجوده جوه الصاله. ودي كانت اهم حاجه بالنسبه لنا. يعني اعتقد ان العالم كله او الناس ما بتيجي تتفرج عشان تقيم بطوله خلاص بيقول لك احنا في مصر، وده اللي ساعد كتير جدا على اقامه البطولات الدوليه والقاريه في مصر في الفتره الاخيره لم نشهدها من قبل. فدي طبعا يعني ايه الاساس بتاعنا اللي احنا حطيناه، بالاضافه طبعا للطرق وللفنادق والاقامات اللي هي الحاجات اللي هي بتشمل البطوله كلها. فاصبح ان احنا عندنا كل البطولات بتقام في مصر. لما تشوف الصاله وهي فيها جمهور افريقي زي جمهور مصري بالمنظر اللي كنا فيه ده،
يعني لما اقول بطوله زي دي عملت ايه لمصر؟ لا، عملت مصر في حته ثانيه خالص، دخلت لمصر دخل كويس جدا من كل اللي جم وحضر البطوله. فدي للاساس التوصيات. الاول ان دعم الرياضه من خلال المؤسسات، عمل قاعده كبيره جدا لمراكز تدريب لكل الالعاب على نطاق مصر كلها وليس محافظات معينه، ودي احنا اشتغلنا فعلا فيها مع وزاره الشباب والرياضه ومشروع الموهبه الرياضيه، ده عامل شغل كويس جدا. لازم المشروع ده كمان يتطور اكتر من كده، وهيساعد كتير جدا على انتشار الرياضه في كل ربوع مصر، ان احنا ما نسيبش اي حته في مصر غير ما نختار منها الموهوبين. بالاضافه ان الرياضه هتساعد الشباب جدا على البعد عن اي شيء مش كويس، وهتنمي فيهم روح الانتماء والولاء. اقول لهم شكرا على هذا الحوار، بالتوفيق يا رب، احنا كلنا بنعمل من اجل مصر. انتوا وضحتوا الرؤيه للناس كلها ان مفيش اي حاجه بتستخبى عن الشعب المصري، وان احنا قادرين على مواجهه مشاكل. هو بص، احنا بنشتغل على حاجتين، يمكن قلت على الاستثمار في حاجه. الاستثمار في الانسان هو اعلى استثمار، فانا علشان استثمر الشباب بستثمر من هو لسه صغير، ان انا ببنيه بنيه متكامله، او يعني زي ما بنقول ان هو بناء شخصيه متكامله، وده اكتر شيء ممكن تؤثر فيه هي الرياضه. من خلال ممارسه الرياضه بيتم التنميه الشامله المتكامله للانسان، فهنا اصبح ان انا بلعبه رياضه، بنميه، بعمل له تربيه شامله، بيطلع شاب زي ما بنقول يعني متكامل الشخصيه، اقدر ان انا فعلا يبقى انا استثمرت صح، ومن هنا بمكن الشباب، لان انا مش همكن شاب يعني ناقصه اي حاجه في تكوين الشخصيه، لا، انا بكون شخصيه الولد عشان يطلع شاب متكامل، عشان يبقى في تمكين الشباب فعلا شاب متكامل يقدر ان هو يبقى قد المسؤوليه اللي انا هحطها عليه. منتظر منهم الفكر، انا يعني يمكن انا دايما بحب فكر الشباب، فكر الشباب ان كان بعض يعني بيبقى عنده طموحات اكتر من الواقع، ما الشباب مع الخبره بتقدر انك انت يعني تفلتر فكره، وتقدر انك انت توجهه وتقول له دي ممكن تحصل، ودي تحصل على مراحل، ودي تحصل دلوقتي. فمن هنا فكر الشباب لازم اسمعه كويس جدا، ولازم اهتم بارائه كويس جدا، لان هو بيبقى عنده افكار فعلا ممكن يعني ايه تخلينا ان احنا نغير تفكيرنا ونبدا نفكر في حاجه جديده. لا، فكر الشباب انا بحترمه جدا جدا جدا. أقر وأعترف مع كابتن جمال الغندور. هتقر وتعترف بصراحة وبسرعة، ممكن؟ وأنت هتبقى تبص على السؤال، ما أنا هقول لك السؤال. قول يا كابتن. ماشي. تقر وتعترف باستخدام بعض الحكام نفوذهم من أجل دخول القائمة الدولية، وإن في مجاملات فيها سواء في الفترة الحالية أو خلال فترات سابقة؟ أقر وأعترف. أقر وأعترف. تقر وتعترف ان تواجد ابناء الحكام في الملاعب اصبح امر زائد عن الحد؟ لا لا، عشان ابنك بيحكم. لا. انت عندك ابن واحد بيحكم ولا لا؟ على فكره، على فكره انا بس الاول ابن واحد. لا، عند احمد خالد. بس احمد ابن اخويا. ما هو ابنك برضه. يبقى ابني طبعا. لا بس انا هعلق على النقطه دي يا كابتن شوقي، هعلق عليها بصراحه زايده يعني. نعم. في عدد كبير جدا 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 من ولاد الحكام حكام عاملين، وده لان الولد بيبقى عايز يطلع زي ابوه، زي ما مصطفى شوبير كان عايز يبقى زي شوبير. ماشي. ما نقدرش نحرمه من ده. عايز اقول لك على حاجه خاصه بي انا بقى. اتفضل. انا كنت ضد ان خالد يدخل التحكيم، وعطلته سنتين بالكامل، وخالد صديق ليا الله يرحمه توفى هو اللي دخله من ورايا. لان انا ما كنتش عايز خالد يمر باللي هو فيه. عايز اقول لك حاجه ثالثه، احيانا بيدفعوا ثمن ان هم. تقدر تعترف انك عملت اختبار مخصوص لخالد عشان ينجح ويدخل في القائمه ولا ما حصلش؟
اختبار كوبر مخصوص؟ امتى؟ سنة كام؟ اسألك قول لي اه ولا لا؟ لا طبعا اصل بالتواريخ لم يحدث. بالتواريخ مش ممكن، ما كانش موجود يعني. انا اخر مره سنه 2019 ما كانش موجود اصلا في حكايه انه يبقى في القايمه وبتاع. تقر وتعترف ان الهجوم على الحكام من بعض مسؤولي الانديه بيأثر على قراراتهم؟ اه بس مش ده الهجوم بيأثر على المسؤول عنه، والمسؤول عنه مع قيادات الاتحاد بيوصلوا للحكام انطباع سلبي فبيتأثر. يبقى حكم ما عندوش شخصية، عنده عيوب. ما عندوش شخصية، عنده عيوب في المحور اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي هو عيوب في الشخصية، في القدرة على مقاومة. ما عندوش شخصية خلاص. انت كنت ممكن تعمل كده لو جالك رئيس الاتحاد او اي حد؟ انا بسأل بجد. انا كنت حموت 3 مرات في افريقيا. طيب بعد الشر عليك. تقر وتعترف ان معظم الاخطاء في تقنية الفار احيانا بتصب في صالح طرف معين؟ لا لا. تقر وتعترف انك شايف منصب رئيس لجنة الحكام بقى قليل عليك، وانك دلوقتي بدأت تفكر في دخول مجلس ادارة اتحاد الكرة كعضو منتخب؟ لا. وانت فاكر يا كابتن شبير انا اول مرة كنت هدخل وانا حاطط رجل على رجل سنة 2005، وانا اللي طلبت ان انا ما ادخلش معاكم المجموعه لما عرفت ان لائحه النظام الاساسي بتقول انه عضو مجلس اداره مش هيبقى رئيس لجنه حكام. مظبوط. فاكر ولا مش فاكر؟ صحيح. فبالتالي انا بالنسبه لي لا، رئيس لجنه حكام اهم بالنسبه لي من عضو مجلس اداره. ما زالت في دماغك؟ ما زال في دماغي ابقى مسؤول عن التحكيم. انا بحب التحكيم جدا، بحب شغل التحكيم طبعا. تقر وتعترف انك خلاص بقى ده غيرناه، يلا نصر اللي بعديه. تقر وتعترف اننا بقينا متاخرين جدا في التحكيم مقارنه بدول افريقيه وعربيه؟ لا لا. ايه؟ لا مش متاخرين. انت قلت لي دول افريقيه وعربيه. لا مفيش حد سبقونا الافارقه. لا مفيش حد متقدم مننا في التحكيم في افريقيا. طب ما بيحكمش ليه الحاجات اللي ما بناخدش؟ ده موضوع تاني، موضوع يخص سياسه الكاف وموضوع التغيير اللي حصل في الكاف في الفتره الاخرانيه، وسيطره الكاف اصبحت اكبر، شمال افريقيا ضعف شويه، فبالتالي فرص حكامنا ضعفت شويه. طيب ناخد اللي بعدها. يلا يا نصر. تقر وتعترف انك بتتعرض لحرب داخل الاتحاد الافريقي لكرة القدم لمنعك من تولي اي منصب بالكاف؟ بتضحك ليه؟ لو انا جبت ورقة وكتبت السي في بتاعي فيها وحطيتها في مقر الكاف هتروح حطاني لوحدها اوتوماتيك كده في مناصب كتير جدا اتحرمت منها، ولكني انا راضي بقضاء ربنا سبحانه وتعالى. ولكني طبعا هذا الموضوع يمكن انت كابتن شبير حضرت معايا جزء كبير منه فيه، وعارف انه هذا الموضوع لا يمكن باي حال من الاحوال بالمنطق او بغير المنطق اني بعد التاريخ اللي عملته للكاف، بلاش لمصر، اللي عملته للكاف في التحكيم، ان انا ما دخلتش لجنه حكام الكاف ولا حتى بقيت طيب محاضر في الكاف. يعني تقر وتعترف؟ اكيد طبعا. تقر وتعترف ان الخطا في مباراه اسبانيا وكوريا الجنوبيه في مونديال 2002 شوه المسيره الرائعه لجمال غمدوردة؟ لا خالص، بالعكس. الخطا كان خطا حكم مساعد والناس كلها عارفه كده، وانا في اسبانيا في 2018 وانا يمكن هبعت لك الفيلم تشوفه، 54 دقيقه اتعمل دوكيومنتري فيلم في مصر وفي اسبانيا، واتغيرت وجهه النظر تماما، لان الناس ما كانتش بتشوف. انت عارف هو بيشوف ايه؟ بيشوف انه فرقته خسرت. مين المسؤول؟ الحكم. نعم. ملوش دعوه بقى. وطبعا اعتقد انه الكلام ده اتناقش 100,000 مره، وانا مش مسؤول عن رايه الحكم مساعد. نورتني وشرفتني كابتن شبير. انا سعيد جدا الحقيقه بان بقالي فتره كبيره طبعا انا. صحيح. يعني يمكن ممتنع وممكن. نعم. لكن انا سعيد جدا، ببقى سعيد موجود معاك عشان احنا بنتكلم بكل صراحه، وبتمنى من كل قلبي اخر كلمه هقولها يا رب، والله لازم الناس تفهم كده، ان انا عمري في حياتي ما كنت واقف في سكه التحكيم. انا بتمنى للتحكيم كل خير سواء مصري او اجنبي، ولكن انا لن اسامح تاني، لن اسامح هذا الاتحاد، لان هو على ايديه بقى فيه مسؤول اجنبي عن التحكيم. بشكرك كابتن جمال، شكرا جزيلا. تحياتي يا كابتن شوقي. كده تمام، سلام.